لنقاش ملف الفساد ينضم إلينا عبر الهاتف من أوسلو الكاتب والباحث السياسي داوود البصري. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بكم. بالتزامن مع إلغاء مكاتب المفتشين العامين في البرلمان، برأيكم ما مدى استجابة الحكومة في بغداد لتحقيق في ملفات فساد المفتشين؟ عودتنا أحداث السنوات الماضية على الكلام الكثير لكن الفعل القليل. المشكلة في العراق أن الفساد أصبح فريضة محكمة وسنة متبعة، هذا هو الواقع، لأنه طبيعة العملية السياسية بحد ذاتها وطبيعة التشكيلات المكونة لهذه العملية هم جماعات من الأحزاب اللصوصية والجماعات اللصوصية، ولا يعيشون إلا في هذه الأجواء الطفيلية، ولا يعيشون إلا في ظل ملفات السمسرة والفساد. هنالك فساد بكل النواحي، فساد على مستوى إدارة العملية السياسية وعلى مستوى إدارة الصراع وعلى مستوى تشكيل المؤسسات السياسية. لذلك فإن الفساد حالة عضوية متغلغلة متجذرة في النخاع السلطوي العراقي الراهن الحالي. نعم. ومن الصعب الخلاص من هذه الحالة إلا بتغيير المنظومة بأسرها. نعم، في هذا السياق كيف تفسر الإعلان عن حصيلة ضخمة في ملفات الفساد قدرت ب 22 ألف قضية فساد، ومن المسؤول عن تستر عنها إلى الآن؟ المشكلة أنه كل طرف وكل نظام وكل مسؤول يضع المسؤولية على الجانب اللي قبله أو الطرف اللي قبله، ولكنه في طبيعة الحال المعلومات التي أعلنوها مؤخرا ما هي إلا التنفيذ، لأنهم يعلمون جيدا أنه لا أحد يمكن التغيير، يعلمون جيدا أنه لا أحد يمكن المحاسبة، ويعلمون جيدا أن هذه المنظومة مدعومة من أعلى المستويات الدولية والإقليمية. لذلك من الصعب الوصول إلى أي نتيجة. الفساد سيستمر وهو منظومة حياة، وهو أكسجين النظام الفاسد الحالي في العراق الذي حول العراق إلى دولة فاشلة بكل معنى الكلمة اعتبارا من عام 2003 وإلى الآن. إلى أي مدى تظن أن الأحزاب متنفذة في مؤسسات الدولة بقوة توازي قوة أو سلطة الحكومة؟ المشكلة ليست في الأحزاب فقط، المشكلة في التنظيمات والميليشيات العسكرية والميليشيات الطائفية، هذه متغلغلة ومتجذرة حتى النخاع. هذه الدولة دولة ميليشيات ودولة عصابات ودولة أفراد مرتبطين بدول وأنظمة معروفة مثل النظام الإيراني وغيره، وحتى الشركات الموجودة ما هي إلا نتاج لهذه العصابات. هنالك حالات البلطجة، هنالك حالات تستر على الفساد، هنالك حالات الشقاوات والخاوة اللي فرضوها على الملاهي وعلى محلات الشرب وعلى غيرها وعلى النوادي الاجتماعية والنوادي يعني النوادي السهرات وغيرها. كل هذه الأمور أنتجت واقع فاسد بكل معنى الكلمة، لا يمكن الخلاص من هذه المنظومة، إنها أصبحت متغلغلة وتجري في النظام مجرى الدم في الجسم. بالحديث عن تفشي الفساد في البلاد، كان نائب صادق مدلول تحدث عن هذا الموضوع وقال إن هناك إمكانية لتحريك الشارع أو تحرك الشارع للمواجهة هذا الفساد، ما مدى صحة هذا الاستنتاج؟ دائما يجون إلى الشارع، لكن الشارع مع الأسف لا يستطيع أن يفعل أي شيء. الشارع دائما غاضب، والشارع العراقي معروف وكل الأمور معروفة وكل الأوراق واضحة وكل الأسماء مكشوفة، لكنهم عندما تعين ساعة الحقيقة يبعدون الشعب بالكامل. الشعب لا يستطيع التصرف، الشعب محكوم بالعصابات، محكوم بعصابات إرهابية تنغص على حياته، محكوم بعصابات اغتيال، محكوم بمنظومة أمنية شرسة، محكوم بسجون سرية، محكوم بمرجعيات دينية وطائفية. كل هذه الأمور محكوم بفلسفات وصية غيبية جعلت الشارع العراقي مغيب بالكامل. هناك منظومة حتى دينية طائفية تعتمد على الفساد، لأنهم يقولون لولا هذا الفساد لن يظهر الإمام الغائب على حد قولهم. هذه جماعة حجتية وهي جماعة متغلغلة في العمق العراقي وفي العمق الإيراني، وهي استيراد إيراني صفوي صرف. المشكلة أنه في المنظومة السياسية والأمنية وحتى الفكرية والطائفية اللي تسير النظام الحالي القائم في العراق، مع الأسف هذا هو الواقع. الكاتب والباحث السياسي داوود البصري كنت معنا عبر الهاتف من أوسلو.